طبعا في شخص يعني بيقول إنه مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، لكن لم يقل القرآن عن آدم كلمة الله، كلمة الله وروح منه. ألا تعتقد أن هذا صفة عظيمة جدا، كلمة الله؟ يعني بيتكلم عن الكلمة في الذات الإلهية، الله حي بروحه ناطق بكلمته. وطبعا الهاء هو ضمير مفرد غائب يعود على الله. ألا تعتقد أن هذا برهان كبير على المسيح وعلى أقوال المسيح؟ بعدين بقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ياريت تفسر لي شو المشكات وشو هذا النور اللي مالئ كل السماوات والأرض، بيكون في هذا يعني في المكان الصغير أو بشكل زجاجة صغيرة. فمنحتاج إلى تفسير في هذا الموضوع.